واحذر استفتاء الجاهلين وسؤال من لا يعرف
حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لقد أسست هذه البقاع المباركة على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال جل وعز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالزموا السنن المسندات النيرات، واحذروا البدع والمحدثات، ولا تنحنوا لأموات، ولا تنحنوا لأموات، ولا ترجوا شفاء من رفات، ولا تتبركوا بالقبور، ولا ترموا الأطعمة والحبوب والنقود والصبح والثياب عليها، ولا تستغيثوا بالأموات، لا تستغيثوا بالأموات، ولا تسألوهم سد الفاقات وإغاثة اللهفات، وارفعوا إلى الله وحده الحاجات والطلبات والدعوات، واحذروا التشبه بأهل الدجل والخزعبلات والخرافات. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها الحجاج والعمار والزوار، لا تتبركوا بجدار أو باب، لا تتبركوا بجدار أو باب، ولا تتمسكوا بمنبر ولا محراب، ولا تلتمسوا البركة من مغارة أو جبل أو صخرة أو أحجار، فالبركة لا تلتمس من الجمادات. ويشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل، وما على ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله. نستلم ما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمسك عما أمسك عنه. ومن أحب أن يأتي ملتزما وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعلى ذلك في غير مزاحمة ولا مدافعة ولا إيذاء، بثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. معاشر الحجاج والعمال والزوار، ارحموا الضعفة والنساء والشيوخ والغريبين، ولا تؤذوهم ولا تدفعوهم ولا تضايقوهم، وافسحوا لهم يفسح الله لكم، وعليكم بالرفق والتمكن والترسل ولين الجانب والمسامحة وترك المزاحمة، وتجنبوا السكينة واستشعروا الخشية والزموا الوقار، وارشدوا الضال وساعدوا العاجز والمحتاج، واكثروا من التوبة والاستغفار، واظهروا التذلل والانكسار والندامة والافتقار والحاجة والاضطرار، وتذكروا جلالة المكان وشرف الزمان. تلقى الله دعاءكم بالإجابة واستغفاركم بالرضا وحجكم بالقبول، وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وحجكم مبرورا. وقولوا ما تسمعون واستغفروا الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دار بإنعامه من يأس من أسرابه الدوار.